حط الثاني كمان. ايوه الثاني 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 الثاني. ايوه هيك بتكون كملت معنا لوحة وترجت. لوحة وترجت كبيرة جدا. انا برأيي هاي اللوحة تعتبر احد اللوحات التاريخية بالنسبة لبيت لباء. وهذا كله اذا كان انجاز انجاز كبير جدا جدا انا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي. احنا شايفين وترجت قديش حلو قديش رائع قديه فكرته جديدة. اهلا وسهلا بكم، كان معكم فراس الدروبي بيت لباء السيراميك والرخام.